بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا ولسائر المسلمين كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وخذ بأيدينا إليك أهل الكرام عليك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في آخر جزء في أحكام الهبة، وهي العمرة والرقبة. العمرة والرقبة وهي ملحقة بالهبة لأنها تشبه الهبة. يقول: وإذا أعمر شخص شيئا، أي دارا مثلا، كقوله أعمرتك هذه الدار، أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبا، أي أن إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. مت أو مت، قراءتان. يبقى العمرة إن الإنسان يقول مثلا لإنسان آخر: أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض. يعني أعمرتك يعني إيه؟ لك أن تسكنها. طيب، هل معنى ذلك أنها صارت هبة لا يصح الرجوع فيها، أم أنه له أن يرجع فيها؟ فإذا مات مثلا من أعمره، هل تعود إليه أم لوراثته؟ فألحقوها بالهبة من هذه الجهة، لأنها وردت أحاديث أنه من أعمر فتؤول إلى ورثته. يعني أعمرتك هذه الدار، فالذي أعمرته إياها مات، تؤول إلى ورثته، خلاص كأني خرجت من ذمتي، فهي تشبه الهبة من هذه الجهة. أو أرقبتك هذه الدار، إن مت يعني قبلي آلت إلي، وإن مت قبلك ظلت لك. واضح؟ اسمها الرقبة عشان كل يرقب موت صاحبه، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. فقبل وقبض، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب، بلفظ اسم المفعول فيهما، يعني بفتح إيه الميم والقاف. كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب، يعني المعمر له أو للمرقب له، ولوراثته من بعده، لأنها الحقوا بالهبة كأنها هبة، والهبة لا يصح الرجوع فيها إلا إذا كانت للولد، للابن أو ابن الابن. ويلغو الشرط المذكور، ما هو شرط قال له إن مت قبلك
عادت لورثتي وإن مت قبلي عادت إلي، إن مت قبلك صارت لك وإن مت قبلي عادت إلي. كويس؟ يلغى هذا الشرط لأنه شرط على خلاف الشرع، لأن نهى النبي عن الرجوع في الهبة، فكل شرط يخالف الشرع يلغى. كويس؟ هنشوف كلام الشيخ إبراهيم البيجوري على هذا، على هذه الفقرة. قوله: وإذا أعمر شخص، لا يخفى أن لفظ العمرة والرقبة من ألفاظ الهبة، لكنها صيغة مخصوصة، فالعمرة من العمر لذكر لفظ العمر فيها، يعني مدة عمرك أو مدة عمري. أما يقول له عمرة لي أعمرتك الدار مدة عمري أو عمرك، والرقبة يعني إيه؟ إن مت قبلي أو إن مت قبلك، فيها إيه؟ المراقبة، يعني كل يرقب صاحبه. فالعمرة من العمر لذكر لفظ العمر فيها، والرقبة من الرقوب، لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. وقوله شخص إذا أعمر شخص إشارة إلى أن فاعل أعمر وأرقب ضمير عائد على الشخص، فهو على تقدير أي لأنه تفسير للضمير. يعني ما يقول وإذا أعمر وحط إيه؟ شرح بعد أعمر شخص، يعني كانوا بيقول أي شخص، الضمير المستكن المستتر هو الشخص، فعلشان كده بيقول كأننا بالظبط إيه على تقدير أي التفسيرية، يعني لأنه تفسير للضمير، والضمير اللي إيه؟ الضمير المستتر المستكن في الفعل. وليس المراد بيان الفاعل، فيكون المتن حذفه، لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا في مسائل ليس هذا منها. دي إيه؟ قضية إعرابية. قول شيئا أي دارا مفعول ثاني، والمفعول الأول محذوف، والتقدير وإذا أعمر الشخص غيره، أدي المفعول الأول غيره، شيئا المفعول الثاني، فهو متعد لمفعولين كما يصرح به قوله أعمرتك هذه الدار. أعمرتك، الكاف هنا كاف الخطاب، ده مفعول به، وهذه الدار جملة اسمية، هذه الدار، هذه اسم الإشارة، ده ايه؟ المفعول الثاني، والدار تبقى مضاف إليه. أعمرتك هذه الدار. وقول أي دارا تفسير لشيء، ما قال شيئا أي دارا، فأي برضه دي التفسيرية. وقوله مثلا أي أمثل مثلا، أو عبدا أو كتابا أو نحو ذلك. أمثل مثلا، فكأن مثلا دي منصوبة على المفعولية، أمثل مثلا، أو عبدا أو كتابا. أمثل مثلا، مثال زي إيه؟ زي مثلا دار أو عبد أو كتاب أو نحو ذلك. قوله كقوله أعمرتك هذه الدار، أي جعلتها لك عمرك، وكذا لو قال وهبتك هذا عمرك أو حياتك أو ما عشت. وإن زاد فإن مت عاد لي، بخلاف ما لو قال جعلتها لك عمري أو عمر زيد مثلا، فإنه لا يصح فيهما على الأرجح، لأن فيهما تأقيت الملك، لأن الواهب أو زيدا قد يموت أولا، وإنما اغتفر الأول لأنه تصريح بالواقع، لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، ولا يصح تعليق العمرة، يعني لما يؤقتها على غيره لا يصح. ليه؟ لأن غيره لا يملكها، لكن لو أقتها على نفسه فيزول ملكه بوفاته. واضح؟ يعني المفروض في الحالة دي
يقول بخلاف ما لو قال جعلتها لك عمرة أو عمرة زيد مثلا. الصيغة دي بقى لا تصح على الراجح، يعني كأن في قول مرجوح إن يصححها ويلغو إيه التعليق الفاسد. واضح؟ يعني في قول يصححها ويلغي التعليق الفاسد، والثاني نظر إلى فسد التعليق فأفسد العقد. فإنه لا يصح فيهما، فإن مت عاد لي، بخلاف ما لو قال جعلتها لك عمري أو عمر زيد مثلا، فإنه لا يصح فيهما على الراجح. لما يقول عمري أو عمر زيد، لأن فيهما تأقيت الملك، لأن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا، لأن الواهب أو زيدا قد يموت أولا يعني قبل إيه المعمر، لا وإنما اغتفر الأول اللي هو لما قال له وهبتك هذا عمرك أو حياتك، مش حياتي بقى، حياتك أنت، لأنه تصريح بالواقع، لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته. لما يقول له وهبتك هذا عمرك أنت أو حياتك أنت أو ما عشت، وإن زاد فإن مت عاد لي، بخلاف ما لو قال علق على عمره هو، لأنه تصريح بالواقع، لأن هو المالك الحالي، هو بيتصرف الوقت. لكن لما يقول له مدة عمري وبعدين يجي يموت، طب ما هو فقد إيه؟ فقد سلطانه عليها بالموت، أصبحت ملك الورث، فبقت معلقة على موافقة الورث، فما يبقاش انتقال كامل. واضح؟ لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، ولا يصح تعليق العمرة كقوله إذا جاء فلان أو رأس الشهر فقد جعلت هذا الشيء لك عمرك. يبقى برضو ده لا يصح قولا واحدا بقى. لما يعلقها في الصورة دي يبقى التعليق الأول لما بيقول له مدة أعمرتك لك عمري أو عمر زيد، ده تعليق يفسد العقد على الراجح، لكن في قول مرجوح لا يفسده. لكن لما يقول أعمرتك هذا إذا جاء زيد، يعني علقها على مجيء أو على زمن معين في المستقبل، يعني مش ناجزة، ليست ناجزة، فقد جعلت هذا الشيء لك عمرك، هذا لا يصح بالإيه؟ على كل الوجوه. قول أو أرقبه، الظاهر أن الضمير في كلام المصنف راجع إلى الشيء، فيكون هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف، والتقدير أو أرقب غيره إياه أي الشيء. وظاهر كلام الشارح أن الضمير في كلام المصنف عائد إلى الغير، لأنه جعله مفعولا أولا وجعل الثاني محذوفا قدره بقوله إياها، ولا يخفى بعده من كلام المصنف، وإن كان صحيحا في نفسه والمقام سهل ولله الحمد. يعني الشارح بيقول إن هو يعني إيه عود الضمير بطريقة يعني على خلاف مراد المصنف، لكن الأمر المعنى صحيح في الحالتين، فعلى شكرا بيقول الأمر سهل المقام سهل كقوله أيضا. دلوقتي لما يجي هو يقول أعمرتك مدة حياتي ويجي يموت، طب يعني حضرتك بتقول كده إن هو الأمر معلق بين الورث المتوافق عليه، لأنه ما يقول له مدة حياتي هيجي لحظة لطيفة بعد وفاته، انتقل هذا الملك، زال عنه سلطانه بموته، فصار التصرف للورثة، والورثة مجهول اختيارهم. كويس، لانه علق بمده حياته وهو لا يتصرف بعد وفاته، كانه بيقول مده حياتي فان مت تعود لورثتي. واخد بالك؟ التعليق ده في حد ذاته يجعلها انه جعل سلطان الملك للورثه، فيبقى كانها هبه غير منضبطه، لان الهبه المفروض ان ينطلق الملك فيها للموهوب له على التأبيد.
فاهم؟ بدون قرين. على التأبيد لما يقيدها يبقى قيدها بأمور تجعلها مؤقتة، فما فيش ملك مؤقت. اللي ما ينفعش فيها الملك المؤقت. ما هي نفس اللفظ ده الحقوا الفقهاء انه من باب الهبة. بدليل أحاديث أخرى صلى الله عليه وسلم، هنيجي نقراها دلوقتي الأصل فيه. إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو اللي ألحقها بالهبة. واضح؟ فعشان كده الفقهاء ابتدوا يقيسوا عليها قواعد الهبة. كقوله أرقبتك هذه الدار أي جعلتها لك رقبة، فالصيغة الثانية تصريح بمعنى الأولى، وإنما ذكرها الشارح بقوله أو جعلتها لك رقبة إشارة إلى اختلاف الصيغ، وإن كان المراد واحدا وقد بينه بقوله أي إن مت قبلي عادت لي وإن مت قبلك استقرت لك، ولو صرح بذلك في صيغته لم يضر. فقوله فقبل وقبض يبقى ايه؟ خلاص الصيغة تمت اهو، ايجاب وقبول وقبض ومرقوب وراقب وايه ومرقوب ومرقوب فيه اللي هي الدار، يعني كأن العقد كله تم، كل شرائط العقد تمت. فقبل وقبض إشارة إلى أن قول المصنف كان إلى آخره يتوقف على تقدير لابد منه، وإنما حذفه المصنف للعلم به مما سبق. فإذا لم يقبل أو لم يقبض لم يكن كذلك كما لا يخفى، يعني كأن إن لم يقبل أو لم يقبض لا يتم العقد. قول كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، أي لا للمعمر ولا للمرقب بلفظ اسم الفاعل فيهما، وقوله ولورثته من بعده أي لورثة أحدهما من بعده، أحدهما هو المعمر أو المرقب، فالضمير عائد للأحد لأن العطف بأو، فالمعنى أنها لورثة المعمر أو المرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، وهذا هو المراد من خبر الصحيحين. الخبر ده ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، العمرة ميراث لأهلها، وخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما. في مذاهب تانية اعتبرت أنه هو يبقى لورثة مين؟ المعمر. في مذاهب تانية غير الشافعية، الشافعية حملوه انها لورثة المعمر له. في مذاهب تانية مقابلة المذهب الشافعي اعتبروها ان هي لورثة المعمر، فجعلوا الضمير لورثته يعني لورثة من اعمر. واضح؟ فالمسألة يعني خلافية في المذاهب، احنا بنشرح مذهب الشافعية. قول ويلغو الشرط المذكور اي في العمرة والرقبة، والمراد المذكور ولو بحسب القوة ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط، فإنه يفهم من اللفظ وليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضى إلا هذا كما قاله الحلبي. ودي من إيه؟ من الأشياء اللي هي مستثناة في المذهب. إحنا عندنا إذا كان العقد فيه شرط فاسد يبطل العقد إلا في العمرة والركن، قال لك يلغو الشرط ويصح العقد. ليه؟ لأن لا هو يعني اعتبروها لأنها فيها مواساة، مراعاة لإيه؟ لأنه كأنه عقد إرفاق، يعني فيه رفق بالغير، فلما كان عقد إرفاق فيعني لغوا الشرط الفاسد من أجل تحقيق نية المعمر بالإرفاق للمعمر له. واخد بالك ازاي؟ يعني هو كان نيته أصلا إن هو يساعد، فغلبنا هذه النية وألغينا اللفظ الفاسد الشرط الفاسد اللي يلغو هذه النية. كويس؟ كأن الأمور بمقاصدها يعني. فصل في أحكام اللقطة أو اللقطة. اللقطة
او اللقطه اللي هي ما يجده الانسان في الطريق بغير صاحب، لها احكام. يبقى لو ضاع شيء من مالكه غفلة منه أو سقط منه فوجده إنسان فأخذه، هذا المأخوذ اسمه إيه؟ لقطة، يعني لأنه التقطه من على الأرض. إيه أحكامه؟ يد عليه يد أمانة، لابد أن هو يرجعه لصاحبه، لابد أن هو يعرفه ويرجعه إلى صاحبه، ولا يتملكه إلا إذا لم يعد صاحبه بعد مدة معلومة قدرها الشرع أحيانا بعام وعامين وثلاثة، ثم تصير بعد ذلك له حرية التصرف فيها، على أنه لو ظهر صاحبها بعد ذلك إما يستوهبه إياها أو يعطيه بدلها. كويس. فصل في أحكام اللقطة. يقول في الهامش: وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، يبقى الشخص ده ما يشترطش في البلوغ، ولا يشترط في الإسلام، ولا يشترط فيه العدالة. كويس. إذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لقطة في موات، يعني في إيه؟ موات يعني أرض غير مسكونة غير معمورة، لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها. يبقى أول ما يلاقيها هو مخير إنه ياخدها أو يتركها. كويس. ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها، يعني بحقها. يبقى هو في الأول مخير إنه يأخذها أو لا يأخذها، ويستحب إنه يأخذها لو كان واثق إنه هيقوم بحقها من الحفظ والتعريف وإيه؟ وإعطائها لمن يعرفها. كويس؟ لو واثق في نفسه يبقى يستحب له أن يأخذها. فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها. طب افرض اختار أن يتركها، يبقى معلوش الضمان. كويس؟ يعني اختار أن يتركها فضاعت، فجاء إنسان يسأل عليها قال لقد رأيتها في الطريق الفلاني ولم أخذ، ما يضمنوش بقى لأنه ما التقطهاش. واضح. ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ، ومش واجب عليه كمان لما يجي يلتقطها أن يجيب شهود يشاهدوا من التقطها. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق. يبقى إذا فاسق يعني إنسان ذمته مطعون فيها، عدالته مطعون فيها، التقط اللقطة فعرف القاضي ذلك ينزعها منه، لأنه هو غير مؤتمن على تعريفها وغير مؤتمن على إعطائها لصاحبها إذا عرفها. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل. عدل يعني إنسان صالح. ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة. والفاسق لما يعرف اللقطة يعرفها بطريقة ناقصة، علشان ما حدش يعرف ياخدها، يقوم ياخدها لأنه ذمته واسعة. فيقوم القاضي ما يعتمدش على تعريف الفاسق، يعني مش ياخدها القاضي يشيلها عنده ويكتفي بتعريف الفاسق والإيه والإعلان الذي أعلنه وينتظر من يعرفها عنده، لا، يعرفها تعريف تاني غير تعريف الفاسق، أوضح وأدق. واضح. وينشرها بطريقة أوسع، لأن الفاسق ممكن يحط الإعلان في حتة مهجورة ما حدش بيروح، ولكن أنا حطيت الإعلان بقاله سنة أهو جاليش حد،
هو حاطه اصلا في حته في مكان مهجور لا يسير فيه احد، واضح؟ ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقط، بل يضم القاضي اليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانه فيها. يعني ان لم ياخذها من الفاسق القاضي ولم يجد عدل، القاضي يعين مراقب للفاسق ده. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي. افرض الصبي هو اللي لقى اللقطة، الولي ياخدها عشان هو اللي يقوم بحقها من التعريف والإعلان. ويعرفها ثم بعد تعريفها، طب بعد تعريفها ما جاش حد، يتملك اللقطة للصبي، تصبح ملك من التقط. يتملك اللقطة، أي يتملك الولي اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. وإذا أخذها، طب لو خدها بقى، أي اللقطة، وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء، يعني ستة أوصاف لازم يراعيها لما يعرف اللقطة عشان يبقى تعريف وافي، بحيث صاحبها يستطيع أن هو يعني يتعرف عليه. نقف عند هذا الحد على اي حال. نشوف كلام الشيخ ابراهيم البيجوري في الشرح. فصل في احكام اللقطه، اي كجواز اخذها وتركها، كما سياتي في قوله فله اخذها وتركها، وهي مناسبه للهبه لتغليب الاكتساب فيها على الامانه والولايه، وان كان الاكتساب فيها اخرا بعد التعريف. هو هنا اللقطة ايه علاقتها بالهبة؟ الهبة بتتملك، مش كده برضه؟ طيب ما هو اللقطة بتقول للتملك لو لم يأتي صاحبها بعد التعريف، فتشبه الهبة من هذه، ان هي في الاخر بتقول الى ان يتملكها الملتقط له. لتغليب الاكتساب فيها على الاكتساب، هنا معنى التملك يعني كأنه اكتسبها اي تملكها، على الامانة والولاية، وإن كان الاكتساب فيها آخرا بعد التعريف. والأمانة والولاية أولا، يبقى في الفترة اللي هو من أول ما التقتها إلى أن ينتهي فترة التعريف علاقته بها إيه؟ يد أمانة أو يد ولاية، وليست يد تملك. لما ينتهي وقت التعريف صارت يده عليها يد تملك، له التصرف فيها. زي الولاية ما يبقى هو تملكها لغيره، تملكها لغيره، كان يكون الذي التقطها صبي أو مجنون، كويس، غير مكلف يعني، أو عبد أو رقيب يعتبر ولي. ها؟ الرقيب اللي هو بيعينه القاضي. لا، اللي بيعينه القاضي رقيب على الفاسق. رقيب على الفاسق يعني القاضي، ما هو ولي على الكل. القضاء ده بيبقى القضاء عموما ولي على الكل، بس ولايته بتثبت بحكم قضائي الاول، هو ما بيتكلمش دلوقتي على القضاء، لكن على اي حال لو ثبتت بحكم قضائي يبقى ولي. لكن المعنى القريب ان يبقى اللي التقطها غير مكلف بسبب جنون او صغر سن، كويس، وعليه ولي، فالولي ده يبقى يده عليها في الاول يد ولايه، مع كونها ايضا يد امان، فاذا آلت في الاخر تقول يتملكها المحجور عليه، بيتملكها، ويبقى برضه هو وصي عليه في ملكه إيه إن رأى إن فيها المصلحة. وإن كان الاكتساب فيها آخرا بعد التعريف والأمانة والولاية أولا حين الأخذ، والأصل فيها يعني الدليل في ايه؟ في اللقطة، أحكام اللقطة فيها قبل الإجماع، الآيات الآمرة بالبر والإحسان، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأركانها ثلاثة: لاقط وملقوط ولقط.
لقط اللي هو الفعل نفسه، فعل الالتقاط، لاقط وملقوط ولقط. قوله وهي أي اللقطة لغة، وقوله بفتح القاف لقطة أي وإسكانها لقطة مع ضم اللام فيهما، ولعله اقتصر على الفتح لأنه الأشهر، وظاهر كلامهم أن اللغتين بمعنى الملقوط، ومقتضى القاعدة أنها بفتح القاف بمعنى اللاقط وبإسكانها بمعنى الملقوط. قال ابن بري وهو الصواب، لأن الفعل بالفتح للفاعل، الفعل بالفتح للفاعل كالضحكة، الفعل كالضحكة بالفتح بمعنى الضاحك، الضحك كثيرا، تقول ايه الراجل ده ضحك يعني كثير الضحك، وبالإسكان كالضحكة للمفعول بالسكون بمعنى المضحوك عليه كثيرا، ومجيء فعل بالتحريك للمفعول نادر، فعلى ظاهر كلامهم يكون ما هنا من النادر، ويقال فيها لقاطة بضم اللام مع الألف، ولقط كسبب. وقوله اسم للشيء الملتقط بفتح القاف على معنى اسم المفعول، الملتقط بمعنى الملقوط يعني، وهو الملقوط. قول ومعناها شرعا أي وأما لغة فهو ما تقدم، وهو ما ذكره بقول وهي اسم للشيء الملتقط، وهذا يدل على تقدير لغة كما تقدم. وقوله ولغة دي منصوبة على نزع الخافض كأنه بيقول في اللغة، واصطلاحا منصوبة على نزع الخافض كأنه بيقول في الاصطلاح. وقوله ما ضاع أي شيء ضاع، يبقى ما دي موصولة، ما ضاع حط شال ما وحط مكانها شيء تبقى موصولة. فين؟ في الكتاب. اقرا كده الجملة. وقوله مال ضاع. مال ضاع، مال باللام هنا، مال. دي مش مال ضاع، مال ضاع. في نسخ تانية مال ضاع. لكن الإيماء ضاع أحسن، ليه؟ لأن قد يكون الذي ضاع غير متمول. فإنما ما يقول مال يبقى لابد أن يكون متمولا. يبقى معناه لو ضاع منه ما يحاز ولا يتملك ككلب مثلا يدخل فيها يبقى لقطة، أو مثلا زي النجس يعني عنده شيء نجس محتفظ به، زي روث البهائم في الأرياب بيستعملوه كتسميد للأرض، ده نجس لا يجوز تملكه ولا يجوز بيعه لكن يجوز حيازته، فإذا ضاع يبقى لقطة برضه. فما ضاع أحسن من مال ضاع حتى يدخل فيه غير المتمول، واضح؟ لكن في رواية مال ضاع على أي حال، هنشوف نناقش. وقوله ما ضاع أي شيء ضاع، فيشمل المال والاختصاص، أو حتى قاله فيشمل المال والاختصاص كالسرجين، السرجين اللي هو إيه؟ روث البهائم والطيور الذي يستعمل في الأراضي الزراعية لتسميد الأرض مثلا، ده اسمه السرجين. بيسموه في الأرياف في مصر إيه؟ سبخ. أيوه أنا بتضيع منك. ما هو إلا إحنا عندنا ما اسموش بيع، ده اسمه إيه؟ رفع يد. يعني المبلغ اللي بياخده ده مقابل رفع اليد عن الاختصاص، لأنه لا يجوز بيعه. يجوز بيعه عند الملكية لأن عندهم هذا طاهر لأنه مأكول اللحم، واضح؟ فيجوز بيعه عند الملكية، لكن عند الشافعية لا يجوز بيعه. والفرق بين الصورتين إن لو كان بيعا يضمن، وإن كان رفع اختصاص لا يضمن، يعني هتبان في الضمان، بس الفرق يبان في الضمان. ها؟
المال حلال على مذهب المالكية حلال وعلى مذهب الشافعية حرام. لو كان ببيع، لو رفع اختصاص حلال، رفع الاختصاص حلال. يعني انت بتروح تعمل عمرة بتلاقي واحد واقف لك كده على باب الفندق عنده جيركن مليه زمزم وتدفع له مثلا ايه 50 ريال عشان تاخده منه، مش كده؟ تحصل ولا لا؟ طب وانت دلوقتي ماء زمزم ده بيباع؟ ما يباعش، مع انه طاهر بس لا يباع لانه مملوك للناس كلها. طب ومال المقابل اللي بتدوله ده ايه؟ رفع اختصاص، رفع اليد عن الاختصاص. واضح؟ زي واحد يقف على شط النيل ومالي جركن من مية النيل، هو النيل بيتباع؟ ما ينفع. طب ما انت بتدفع بتاع له وتاخد منه الجركن، انت بتدفع له لان هو يختص بهذا، هو نزل واللي ماله وجاب الجركن، واخد بقى. ما بتدفعلوش ثمن الجركن نفسه لان انت بتدفع له اغلى. الجركن ده اللي هو مالي فيه مثلا ثمنه 5 جنيه لكن انت بتاخده منه ب 30 جنيه. واضح؟ فده اسمه رفع اختصاص. فهنا بيقول وقوله ما ضاع أي شيء ضاع، فيشمل المال والاختصاص كالسرجين وجلد الميتة، فهو أعم من قول بعضهم مال ضاع، اللي هي النسخة اللي عندك. عندك أنت إيه بيقولك كلمة ما ضاع أحسن من نسخ بعضهم مال ضاع، وهو في بعض النسخ كذلك، وهو ليس بقيد بل مثله الاختصاص. طب والنسخة اللي فيها مال؟ قال لك ده جريا على الغالب. لما يقول مال ضاع على الغالب يعني، لكن يدخل فيه الاختصاص تبع. انما بيقول ما ضاع اولى، يبقى تشمل الكل. يبقى مال ضاع النسخة دي مش خطأ صرف، كان بيقول يعني ده يعني جريا على الغالب. ونظرا لقول المصنف فيما يأتي، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. هو اللي خلاه يقول مال ضاع إنه في الآخر جعل إيده عليها إيد أمانة، وإنه هو يضمن لو لم يعرفها، مش كده برضه؟ وإنه يتملكها في الآخر. والضمان والتملك فرع للبيع للإيه؟ لما يتمول، فرع لما يتمول. فعشان كده ده اللي سوغ له ان هو يعتبرها مال ضاع. دي مسوغات النسخة اللي قالت ما مال ضاع. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، اللي هو لما جاب سيرة الضمان هنا. وقوله من مالكه يبقى أن يتملكها بشرط الضمان، جاب التملك والضمان، فده يرجح ان هي متمولة. واضح؟ وقول من مالكه ليس بقيد بل مثله المستعير والمستأجر والغاص. لما يقول من مالكه ده مش قيد، ده مثال. لان افرض ان انسان مستعير منك كتاب فسقط منه الكتاب في مكان في الطريق فالتقطه غيره، تديه للمستعير مش شرط تديه لمالكه. وهو لما وقع ما وقعش من مالكه، ده وقع من المستعير، واخد بالك؟ وكذا المستأجر، استأجر منك شيئا فضاع منه في مكان، يبقى ايه؟ يبقى ده مش مالك، ده مستأجر. فكلمة مالكه مش محترز يمنع ايه دخول غيره معاه، لا، ده مثال فقط. لكن غيره يدخل، او غاصب يعني اغتصبه فصار في حيازته غصبا، فهو وقع منه، لم يقع من مالكه، لا، وقع من الغاصب. واضح؟ يعني كلمة مالكه دي ليس محترز يمنع دخول غيره معه، ده يقصد ده. فالتعبير بالمالك جرى على الغالب برضه، التعبير بالمالك جرى على الغالب، والمراد من له اليد على ذلك الشيء، يعني من كان في حيازته.
من له اليد علي يعني من كان في حيازتي أي في يدي. قول بسقوط أو غفلة، يقول ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة. وقلنا أن مالكه ليس قيدا ولكن جرى على الغالب، لأنه قد يكون من مستعير أو مستأجر أو غاصب، يعني له اليد عليه. بسقوط أو غفلة، كأن سقط من صاحبه يعني وقع منه دون أن يدري، أو غفل عنه يعني تركه في مكان وذهب مثلا يتوضأ فعاد فلم يجده، أدي غفل عنه، أو تركه في مكان وذهب يقضي حاجة معينة ثم عاد فاختلط عليه المكان فبحث فلم يجده فتركه ومشي، أدي معنى غفل عنه، فضاع فيهما. وقول ونحوهما، أو نسي حط الحاجة، زي ما واحد مثلا يحط الساعة بتاعته كده وهو بيتوضأ في الميضاء، وبعدين يتوضأ وينزل يمشي، وبعدين يتذكر إن كانت موجودة، فجاء واحد بعديه التقطها وجدها، فالمفروض إن هو يتركها في المكان، لأن هو لما هيفتكر هيرجع نفس المكان، فيتركها مع أمين في المكان أو ينتظر في المكان علشان لما يجي يسأل يأخذها. وقول ونحوهما، أي كنوم وهرب وإعياء بعير تركه صاحبه، يعني ممكن يبقى نام وهو نايم ايه، قام من النوم مشي على طول وساب بعض متاعه نسيانا، او هرب يعني جاله نوع من الفزع، كان قاعد فقالوا في حية في حي يحصل انفجار فجري عشان ما يحصلش حاجة وترك متاعه هرب. وإعياء بعير تركه صاحبه، أو إن مثلا العربية بتاعته عطلت، أو الحمارة اللي كان راكبها أعيت لا تستطيع المشي وهو عايز يمشي فراح تركها وركب غيرها ومشي، أدي معناه إعياء بعير تركه صاحبه. وعجزه عن حمل ثقيل، أو هو شايل حاجات ثقيلة فلقى نفسه تعب أوي فرح خفف شوية رمى شوية عشان يعرف يكمل، أو عجزه عن حمل ثقيل فألقاه، بخلاف ما ضاع بغير ذلك. اللي ضاع بقى بغير فعل مكلف، كأن ألقت الريح ثوبا في داره، مش بفعل مكلف بقى، ده حاجة طارت كده وقعت عليه زي ريح مثلا طيرت حاجة جابتها له عنده. كأن ألقت الريح ثوبا في داره، أو ألقي في حجره، أو ألقى في حجره من لا يعرفه كيسا وهو هارب، أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها، وما يلقيه البحر على الساحل من أموال الغرقى، وما يوجد في عش الحدأة ونحوها فهو مال ضائع. طب الحاجات اللي زي دي حكمها ايه؟ لبيت مال المسلمين بقى، دي لما يجدها خلاص يديها لبيت مال المسلمين، هم اللي يوظفوها واستغلوها للنفقة على الناس. واضح؟ فهو مال ضائع، الأمر فيه لبيت المال، فإن لم ينتظم. طب افرض ما فيش بيت مال زي زماننا، ولو ادى اسم الشرطة هينهبوه كالعادة يعني كعادتهم، لأنه شوية بلطجية هناك، هم يتعاملوا مع البلطجية، هم اللي بيربوا البلطجية على أعينهم، صناعة البلطجية دي صناعة حكومية 100%، وطريقة صناعتها كما قلنا هو الجهل والمرض والمخدرات، الجهل والفقر والمرض والمخدرات، فالمخدرات متوفرة والجهل حملة متوفر والأمراض لا ينفق على الصحة وامتهان كرامة الإنسان بإقامة العشوائيات، يبقى ممتهن الكرامة خلاص، يبقى البلطجي أكثر إنتاج الحكومة، إنتاج البلطجية أكثرت من إنتاج الحكومة، وفشلت في الصناعة والزراعة ولكن نجحت في حاجة واحدة، في إدارة البلاد بإنتاج البلطجية، ويستطيع أن يوردوا البلطجية إلى البلاد الأخرى ويجيبوا عملة صعبة، وهذه التجارة هتبقى تجارة محرمة، لكن هي دي للأسف البضاعة الرايجة
في الحكومات الفاسدة، فنسأل الله أن يسلمنا منهم. فإن لم ينتظم يعني مفيش بيت مال المسلمين، ولقى مال وجايب وشط البحر مال كتير لأن في سفن غرقت، فالمال بتاع الغرقة جاب جواهر ثمينة بتاع كده، يعمل ايه؟ ما هو صاحبها غرق خلاص وما يعرفوش كمان، ولا يعرف وراثته، يمكن من بلاد أخرى غير بلادنا. طب يعمل ايه؟ ما يتملكهاش، يديها لبيت مال المسلمين. ما فيش بيت مال للمسلمين أو بيت مال المسلمين منهوب، يعمل ايه؟ صرفه في وجوه الخير بنفسه، يعتبر هو أمين على هذا المال، ينفقه في وجوه الخير كأنه بقى وكيل عن صاحب هذا المال، فيتصرف فيه في وجوه الخير. إن عرفها يعني إن عرف وجوه الخير. إذا كان هو أصلا من الفقراء ياخد منها صدقة على نفسه، فإن هو بالضبط يعني بقى بيتصدق بها على نفسه، وهو مأجور على ذلك. وإلا طب افرض هو مش فاضي لا يوديها بيت المال ولا بتاع، يديها لواحد صاحبه مستأمن يقول له اتصرف فيه وخلاص، يديها لإمام المسجد اللي في جواره، يديها لأي حد. وإلا أعطاه لعدل يعرفها، كويس؟ ما فهو مال ضائع الأمر فيه لبيت المال، فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه. إن عرفها يعني عرفها ولم يجد صاحبها، قالوا له ده صاحبها ميت أو دي كده، كويس؟ وهو مأجور على ذلك، وإلا أعطاه لعدل يعرفها. قول وإذا وجد شخص، يبقى خد بالك هنا، فهو مال ضائع الأمر فيه لبيت المال، خلصة الجملة. فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه، ينتظم هنا يعني إيه؟ يعني إن عرفها يعني في اللقطة طبعا اللي واخدها، يبقى كأن دي جملة جديدة بتعود على الكلام السابق، واخد بالك؟ مش على الكلام الضائع، يعني كأن الحاجة دي الضيعة دي ده الأمر فيه لبيت المال قولا واحدا. فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه إن عرفها، وهو مأجور على ذلك، وإلا أعطاه لعدل يعرفها. قول وإذا وجد شخص أي حر بخلاف الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده. وإحنا قلنا إن الرقيق ده لا ولاية له على شيء، وإن الملتقط له ولاية على هذا المال، بيعرفه يد عليه يد أمانة، ويضمنه إن لم يعرفه ويتملكه في النهاية، كويس؟ الرقيق ما ينفعش يبقى ليه ذمة منفصلة علشان يلتقط هو بنفسه، ده الرقيق، وبالتالي لا يلتقط إلا بإذن سيده، كويس؟ وعشان كده كلمة شخص هنا يعني حر بخلاف الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده. زي كلب كده ماشي، الكلب بتاعك كده كلب حراسة مدرب، كويس؟ التقط جوهرة من على الطريق الكلب وجابها لك في فمه لصاحبه، يبقى مين الملتقط هنا؟ الرجل مش الكلب. الكلب ملوش ذمة مالية، فهمتني ازاي؟ ملوش ذمة منفصلة، مش ينفقها ويديها جمعية الرفق بالحيوان بتاع الكلاب، فهم؟ أو الكلب ده أو الدابة دي ملهاش ذمة، تشبه الرقيق، لأنه الرقيق برضه كأنه حيوان لا ذمة مالية له ولا تصرف له. وعلشان كده الرق نوع من الخسة، فكرهه الشارع وحض على إيه؟ على تحرير الرقاب، لأن الإنسان مكرم والرق بيسلبه إنسانيته ويجعله كالدابة والحيوان، فنهى الشرع عن ذلك. بغير إذن سيدي، وإن لم ينهه
بأن سكت عليه، يعني حتى لو التقطها وسيده شايفه ومنهاهوش لا يصح التقاطه بقى، لازم يأذله، واضح؟ وإن لم ينهه بأن سكت عليه، يعني لا يصح التقاطه بغير إذن سيده، وإن لم ينهه بأن سكت عليه برضه لا يصح التقاطه، كويس؟ لأن في اللقطة معنى الأمانة والولاية ابتداء، ومعنى التملك انتهاء، وهو ليس من أهلها، فمن أخذها منه فهو اللاقط، يعني عبد التقط هذا بغير إذن سيده، فجاء آخر أخذها من يد العبد، يبقى اللاقط الآخر، واضح؟ فمن أخذها منه فهو اللاقط سيدا كان، سواء اللي خدها منه سيده أو كان أجنبيا، ولو استحفظه أجنبيا، يعني إيه؟ يعني ليس سيده، ليس صاحبه، مش أجنبيا يعني إيه من أوروبا يعني وإحنا في مصر، لا، أجنبي يعني ليس له سلطان على هذا الرقيق، ولو استحفظه عليها سيده ليعرفها وهو أمين جاز وصح تعريفه حينئذ. افرض سيده التقطها أو هو التقطها بإذن سيده، فسيده أقره وقال له احفظها عندك وهو يعلم أنه أمين، وقال له عرفها، يبقى يصح تعريفه وإيه ويصح حفظه لها طالما بإذن سيده، جاز وصح تعريفه حينئذ. فإن لم يكن أمينا فهو متعد بإقراره عليها، وطالما متعد بإقراره عليها يبقى الضمان عليه الضمان. طب والعبد يتوجع عليه الضمان؟ لا، يتوجع على سيده، واضح؟ لأن يد الأمانة تضمن بالإيه؟ بالتعدي، يد الأمانة تضمن إمتى؟ بالتعدي فقط. فكأنه أخذها منه وردها إليه، وأما التقاطه بإذن سيده فصحيح، ويكون سيده هو الملتقط، ويصح لقط المكاتب كتابة صحيحة. هيجيب لك أنواع الرقيق، في القن اللي هو عبد صرف، وفي المكاتب ده عبد بيشتري نفسه من سيده بأقساط، ده المكاتب نوع تاني. قال لك المكاتب ده ليه يعني ذمة مالية من خلالها بيدفع ثمن نفسه، فإذا التقط يصح التقاطه، واضح؟ ويصح لقط المكاتب كتابة صحيحة، ويعرف ويتملك لأنه مستقل بالملك والتصرف، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة. المكاتب اللي عمل عقد مكاتبة مع سيدي عقد فاسد ده ما ينفعش، لازم يكون عقد الكتابة صحيح عشان يصح التقاطه. لكن المكاتب كتابة فاسدة فهو كالقن، القن اللي هو العبد الصرف، يبقى القن هنا اللي هو العبد الصرف. فإن عجز المكاتب نفسه أو مات رقيقا حفظ القاضي لقطته لمالكها ولا يأخذها السيد. افرض المكاتب ده اللي يصح التقاطه التقط وعرفها، كويس، فعجز هذا المكاتب عن انه يوفي بعقد الكتابة، يرجع رقيق قن تاني، كويس، ويبقى في الحالة دي الملتقط مين؟ سيده. طول ما كان بيسدد اقساطه ولم يعجز كان هو اللي يلتقط وهو اللي ايه يعرف وهو اللي يحفظها. فإن عجز المكاتب نفسه أو مات وهو لسه ما وفاش عقد الكتابة، يبقى مات رقيقا، أو مات رقيقا يعمل ايه؟ حفظ القاضي لقطته لمالكها، وهنا في الحالة دي يقول لك لا يأخذها السيد، لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه، يبقى لو عجز وصار قنا ما التقطه حال كتابته يقول للقاضي، كويس، ولا يقول لسيده، واضح؟ طب والمبعض نوع تاني من العبيد، المبعض اللي هو كان يملكه شركاء
فحرره بعض الشركاء وبعض الشركاء الآخرين لم يحرروه، فبقى بعضه حر وبعضه رقيق. كنا احنا الاثنين شاريين عبد يخدمنا انا يوم ويخدمك انت يوم، شاريين واحنا بالمناصفة، فجيت انا عتقت لوجه الله، فبقى اليوم اللي كان بيجي لي صار حرا فيه، يبقى يوم حر ويوم قن، يوم حر ويوم قن. يوم الحرية التقط شيء، يصح التقاطه في اليوم اللي هو حر فيه؟ طب في يوم اللي هو قن فيه التقاطه يبقى بإذن سيده، ويبقى إذا التقط شيئا بإذن سيده يبقى ملتقط سيده. واضح؟ ده اسمه المبعض. والمبعض في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالقن، زي ما شرحتها لك. إن كان هناك مهايأة، مهايأة يعني إيه؟ يعني معروف إن اليوم ده يوم سيده واليوم ده، لأن ممكن تبقى عبد مبعض ما كانش فيه مهايأة. مهايأة يعني إيه؟ يعني إحنا شاريين العبد مع بعض، وأنا لما بحتاجه بيجي لي، وأنت ما بتحتاجه بتتصل بيه بيجي لك، لكن مش عاملين ساعات معينة وأيام معينة، يبقى دي ما فيش فيها مهايأة، يعني مش عاملين جدول نبطشيات بلغة العصر، أو ورديات بلغة العمال. نبطش بلغة الموظفين، وردية بلغة العمال والصناعية، كويس؟ دي اسمها مهيئة في الشرع. فلو ما كانش فيه مهيئة، وإن كان هناك مهيئة، وإلا فبحسب الرق والحرية كشخصين التقطا، وكذا سائر الأكساب والمؤن. مهيئة اللي هو يعني عاملين يوم كان بيخدم دول ويوم بيخدم دول، الاولانيين دول حرروه، يبقى هو عارف ان في يوم بيبقى في حر، ويبقى ده هيبقى في مهيئة هنا، يعني في جدول عنده عارف. واضح؟ يعني المهيئة اللي هي يعني اوقات معلومة يخدم هذا ويخدم الاخر في اوقات المعلومة عنده، يبقى عامل زي جدول كده نبطشيات او ورديات او شيء من هذا. طب افرض ان هو ملوش فيه مهيئة والتقط، هيبقى يده مع يد التانيين حسب نسبة الرق والحرية. واضح؟ افرض ان هو حر بنسبة 50%، يبقى هو يده عليه بنسبة 50%، فإن تعدى يبقى يضمن بنسبة 50% وسيده يضمن بالنسبة للباقي. افرض هو حر بنسبة الربع، واخد بالك؟ يبقى تعدى يدفع ربع الضمان، خدت بالك؟ يبقى على حسب نسبة الرق والحرية لو لم يكن هناك مهيئة، وإلا فبحسب الرق والحرية كشخصين التقطا. يعني بيقول لك شخصين التقطا، احنا الاثنين لقينا حاجه فخدناها مع بعض، شلناها بمعرفتنا وبقينا بنعرف، فتعدينا نضمنها احنا الاثنين مناصفه، واخد بالك؟ كشخصين التقطا. وكذا سائر الاكساب والمؤن، وكذلك سائر الاكساب والمؤن، يعني لما يجي يكسب مال يبقى ايه؟ ليه نسبته منه يتملكه بنسبة حريته، والباقي يتملكه اصحابه بنسبة تملكهم له، خدت بالك؟ كذلك الاكساب والمؤن. واما ارش الجناية لو جنى بقى هو منه او عليه، سواء الجناية دي منه او عليه، يعني هو جنى على حد او حد جنى عليه، فموزع عليهما مطلقا. أرش الجناية اللي هو التعويض، التعويضات، فموزع عليهما مطلقا لأنه يتعلق بالرقبة في الجناية منه وبدلها في الجناية عليه، وهي مشتركة بينهما ولو في نوبة أحدهما، ويدل على التقييد بالحر أن الشارح لم يقل في التعميم حرا أو لا، ولما قال إذا وجد شخص البالغا كان أو لا، مسلما كان او لا، فاسقا كان او لا، وما قالش حرا كان او لا، فكونه ما قالش حرا كان او لا يبقى دليل ان يقصد بشخص هنا حر. واضح؟
غاية الأمر أن في مفهومه تفصيلا هكذا يستفاد من الشيخ الخطيب. وأما المحشي فقال: وشمل كلامه الحر والرقيق، وتبعه في التقرير على ذلك فتدبر. يعني إيه؟ كأنه بيقول لك تدبر أن البرماوي إبراهيم البرماوي اللي هو الشارح اللي هو المحشي، أنه إيه، قال أن شمل كلامه الحر والرقيق، وكأنه يعني بيعترض عليه أو شيء من هذا. فالتانيين قالوا لا، ده هو ما يشملش، الدليل أنه ما استثناهاش. قوله بالغا كان عمم في الواجد بتعميمات ثلاث، وهو تعميم في الواجد من حيث الصحة، وإن كان الولي ينزع اللقطة من يد الصبي ويعرفه، يعني يصح التقاطه. فهي تعميمات ثلاثة، وهو تعميم في الواجد من حيث الصحة، وإن كان الولي ينزع اللقطة من يد الصبي. يبقى الواجد ده يصح التقاطه مطلقا، سواء كان صبي صغير أو بالغ. لكن لما يكون صبي مش بالغ، يبقى الولي هو اللي هيعرفه، والولي هو اللي هيحفظه، واخد بالك؟ لكن يصح التقاط الصبي. يعني ابنك ماشي في الشارع الصغير، التقط شيء لا، وجاب لك قال لك يا بابا انا لقيت الساعه دي في الشارع وانا رايح ايه اصلي في الجامع، هو طفل صغير، يبقى ايه تاخدها انت منه على طول، وتبقى انت الملتقط، واخد بالك؟ مش تقول له لا روح ارميها مكان ما وجدتها، وتروح انت اللي تلتقطها، لا، وصح التقاطه خلاص. لكن اصبحت يده عليها، هي يد ولي، هو بقى اللي يعرفها واللي يسلمها وهكذا. وان كان الولي ينزع اللقطة من يد الصبي ويعرفها، وكذلك القاضي ينزعها من الفاسق ويضعها عند عدل كما سيذكره الشارح فيما. وقول اولى اي او لم يكن بالغا بان كان صبيا ولو غير مميز، ومثله المجنون وكالصبي والمجنون السفيه، الا انه يصح تعريفه دونه. السفيه اللي هو يعني ايه، عنده عقل صحيح بس ما عندوش تدبر في الامور، ما عندوش حكمه، فيبقى احسن حالا من المجنون، واحسن حالا من ايه، من الصبي، ده السفيه. فالسفيه يصح التقاطه ويصح تعريفه، كويس، ده السفيه. لكن المجنون والصبي يصح التقاطه لكن لا يصح تعريفه. وقول مسلما او لا اي او لم يكن مسلما بان كان كافرا، فيصح اللقط منه ولو في دار الاسلام ودخل فيه الكافر المعصوم والمرتد. الكافر معصوم الدم يعني بعهد او بذمه او شيء من هذا، ده المعصوم. والمرتد، لكن المعتمد ان المرتد لا يتملك بعد التعريف، لان ملكه موقوف، وهو المسلم لما يرتد ملكه بيبقى موقوف، مش عارفين. لا، اولا لانه لو مات على ردته لا يورث، قرايبه المسلمين ما يورثوش، ولو عاد لاسلامه يعود المال اليه خلاص، واضح؟ فيفضل موقوف تحت اشراف القضاء فتره حياته او فتره مراجعته حتى يعود الى دينه، كويس. طب افرض هو ارتد وهرب وساب البلد وسافر، ما الناس سلطان عليه، يفضل ماله موقوف لحد ما نعرف هيعود اليه ويقول اليه مره اخرى باسلامه، ولا هيموت على كفره فيقول الى بيت مال المسلمين، ولا هيسلم قبل ان يموت ويتوب فنورثه لغيره، ولا هو نفسه هيسلم ويتبرع بيه للمسلمين، لسه مش عارفين، فموقوف عشان مش عارفين هنتصرف فيه ازاي. لكن المعتمد ان المرتد لا يتملك بعد التعريف لان ملكه موقوف. وقول فاسقا او لا اي او لم يكن فاسقا بان كان عدلا، لكن يكره اللقط للفاسق لئلا تدعوه نفسه الى الخيانه. يعني واحد اصلا ذمته واسعه ومجرب نفسه 100 مره وعارف، لانه بياخد اي حاجه كده يلهفها وخلاص، او ده في حال نفسه بقى يكره انه يلتقط. ليه؟ لانه غير مؤتمن. اولا لما يجي يعرفها هيعرفها نص نص، او يعلق التعريف في مكان مجهول محدش بيروح فيه، ولا انا عملت اللي علي هقطع نفسي ولا ايه،
وبعدين لما يجي الراجل صاحبها يعرفها يقوم يعجزه، ما يدوش اوصاف كافيه، ما يدلوش اوصاف كافيه، يقوم التاني ما يعرفهاش كويس فغير مؤتمن. فطالما غير مؤتمن وانت مجرب نفسك يبقى خلاص، لما تلاقي حاجه خدها واديها للمؤتمن او سيبها وامشي، كفايه عليك اللي انت فيه، الفجر اللي انت فيه كفايه عليك، ما تبقاش فاجر كمان وتضيع اموال الناس. ده لو كان في فاسق يعني بيعمل المكروه، يعني بيتجنب المكروه، لكن ده الفاسق بيعمل الحرام هيتجنب المكروه. فدي قضيه نظريه، واخد بالك، دي قضيه نظريه بحته عند الفقهاء في عقليه الفقيه، واخد بالك. يعني يقول لك لو كان فاسق فاحسن كده يا فاسق بينك وبين نفسك ما تلتقطهاش، عشان ما تمتحنش نفسك، ما انت امتحنت كتير في الحاجات دي وفشلت، كلت اموال الناس كتير كفايه عليك كده ما تلتقطهاش. لكن فين هذا الفاسق اللي يحضر درس العلم عشان يتعلم ويعمل كده؟ ولو ده حضر درس العلم هيتوب ان شاء الله. فهي قضيه يعني ايه زي ما تقول فقهيه لطيفه بتمرن عقليه ايه الطالب يعني. فين بس؟ ما هو لو بيجاهد نفسه ما خرج عن فسقه. عارف المجاهد لنفسه ده يبقى خرج عن فسقه. قول لقطة مفعول لوجد، وقوله في مواتن او طريق، يبقى لقى الحاجة اللي لقاها دي اللي هي اللي يتمول او شيء له يعني قيمة من مالكه، وجدها في موات يعني في سكة مهجورة. الموات يعني طريق مهجور أو أرض مهجورة لا سكن فيها ولا ناس عايشة فيها، ده اسمه المواد. أو طريق، طريق مسلوكة. ومنه الشارع فإنه الطريق النافذ كما مر، ومثله المسجد برضه لو لقاه في المسجد، والرباط والمدرسة ونحوها من محل اللقطة، وخرج بذلك ما وجد في موضع مملوك فليس لقطة بل هو لمالكه إن ادعاه. طب افرض ان هو بيزورني في بيتي وداخل في الريسبشن لقى ساعة محطوطة على الترابيزة، يقول لي دي لقطة، ده بيتي، دي ساعتي. فهمت بقى ازاي؟ لازم يبقى في مكان مش ملك حد، واضح؟ يبقى المكان ده مش ملك حد، زي الشارع ملكية عامة كل الناس ماشية فيه، محدش يدعي ان هو يملكه ومحدش يدعي انه ما يستطيعش يستفيد بيه، ده ملكية عامة. هو ما يلاقيه في ملكية كالمسجد، اي حد يعدي كده يخش يصلي يا مرحبا ملكية عامة. فاللي يجده في المسجد ما يبقاش ايه ملك غيره، لانه ده مكان عام يدخله كل الناس. لكن ما وجده داخل دار معينة مملوكة لحد، واخد بالك، يبقى ده ما يلتقطوش، ده ملك مالكه، واخد بالك، مش لقط، مش يعدي كده في الريسبشن بتاعك يلاقي المحمول ياخده لك زي ما ربنا ما بينساش حد، وياخد الساعة يقول لك والله الحمد لله انا كنت عايز ساعة، يبقى كده ده سرقة. ها؟ وخرج بذلك ما وجد في موضع مملوك فليس لقطة بل هو لمالكه إن ادعاه، وإلا فلمن تلقى الملك عنه، يعني مالكه إن ادعاه. يعني ايه؟ يعني هو انا بعت حتة ارض او بعت عمارتي وفيها شقق، فدخل في شقة من الشقق لقى جوهرة، فجاء الراجل المشتري ده راجل امين، قال انا شاري منك العقار مش الجوهرة، انا لقيت جوهرة في الشقة الفلانية وانا بفتحها، خد دي بتاعتك. فيقول له لا دي مش بتاعتي ما اعرفهاش، يبقى خلاص هتبقى ملك من اشتراها، الملك للتاني بقى، كويس؟ طيب لو هو لقاها في ايد المشتري التاني وقال له لا دي كانت ملكي ده انا كنت ناسيها في الشقه الفلانيه، تبقى ترجع له. فهمت ازاي؟ ان ادعاه يعني قال ان ده ملكي. فهمت المساله؟ والا فلمن تلقى الملك عنه، يعني من اشتراها بعده او لورثته من بعده او لمن وهبها له، واخد بالك، كل ده تلقى الملك عنه. وهكذا حتى ينتهي الامر الى المحيي فهو له، المحيي اللي هو الارض المواد. يعني انت خدت ارض مواد صورتها وبدات تشتغل فيها، تحييها تبنيها بناء او تزرعها، فوجدت فيها اشياء
تبقى لملك محييها. كويس. وان نفاه لانه ملك الارض وما فيها بالاحياء ولم يخرج عن ملكه، لانه لا يتبع الارض في البيع، وهذا هو المعتمد. وهكذا حتى ينتهي الامر الى المحيي، والا فلمن تلقى الملك عنه، وهكذا حتى ينتهي الامر الى المحيي فهو له. وان نفاه، زي مثلا قطعه ارض قعدت في ايد واحد سنه وباعها، خدها واحد تاني سنتين وباعها، خدها واحد تالت، فيفضل ايه تلقت عليها الايادي. فيبقى لو لقى فيها حاجه يرجع للتاني والتالت والرابع، كله نفوها، يبقى لملك الملك الاخير، لانه ملك الارض وما فيها بالاحياء ولم يخرج عن ملكه، لانه لا يتبع الارض في البيع، وهذا هو المعتمد. وقيل هو له ان ادعاه، فان لم يدعه فهو لقطه، كما قاله المتولي واقره في الروضه. يبقى اول ما يقول لك وهكذا في وسط الشروح اعرف ان المساله فيها خلاف. ساعات يقول لك وهكذا او وكذا، يوم يلحق فرع على فرع، بس الفرع الملحق يبقى فيه خلاف، يقوم يميز بكلمة وكذا، يعني كأنه يعني ينفع مثل هذا الفرع وفي وجه آخر ما ينفعش يبقى مثل هذا الفرع. واخد بالك؟ عشان دي بالذات في كتب الشافعية مشهورة. فله أخذها، أي لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها اللي هو الفاسق يعني. وعليه الاحتراز والتحفظ إذا يبقى لو وجد لقطة في الشارع واجب عليا ان انا اخدها ولا مش واجب؟ لا، على سبيل الاختيار، فله اخذها او تركها، اي لان خيانته لم تتحقق والاصل عدمها، وعليه الاحتراز والتحفظ اذا حدثته نفسه بالخيانة بعد اخذها. وقول وتركها، اي ولو تركها خشية الخيانة فيها في المستقبل. قول ولكن اخذها اولى من تركها، استدرك على قولي فلو أخذها وتركوها على الاختيار، يعني هو مختار أن يأخذها أو يتركها، والأفضل أنه يأخذها عشان ما تضيعش، عشان يأخذها يعرفها لصاحبه، لأنه يقتضي استواءهما، فدفع ذلك بالاستدراك المقتضي أن الأخذ مستحب إن وثق بأمانة نفسه في الحال والمستقبل، كما أشار إلى ذلك بقول إن كان على ثقة من القيام بها، أي إن كان على علم من نفسه بالقيام بحفظها. فالثقة بمعنى التوثق وهو العلم، ومن بمعنى الباء يعني بالقيام، من القيام بها يعني بالقيام بها، والكلام على تقدير مضاف. فإن لم يثق بأمانة نفسه في الحال، أو إنه ما عندوش وقت، ممكن عنده أمانة بس ما عندوش وقت يقعد يعرفها، وقته مشغول، واخد بالك؟ يبقى ممكن يكون هو امين لكن ليس لديه وقت لتعرفه، وانه يجلس يسمع ايه كلام وتجيله المكالمات التليفونيه وتبقى شغلان بالنسبه له. فان لم يثق بامانه نفسه في الحال بل تحقق الخيانه حالا، يبقى حرم عليه التقاطه، لانه كانه كده ناوي يعني ايه ياخدها بقى، ويصير ضامنا لها ان اخذها، ويبرأ بدفعها لحاكم امين. يبقى في الحالة دي تبرأ ذمته لو خدها ويديها للحاكم الأمين اللي هو غير موجود، ويلزمه قبولها منه، ويلزم الحاكم الأمين ده انه ايه يقبلها منه، مش يقول له ما تقلبش دماغنا احنا عندنا مشاغل كتير، احنا فاضيين كمان لكل حاجة تلاقيها في الشارع تيجي تجيبها لي. يبقى يلزم الحاكم الأمين انه يقبلها منه. كويس. وإن وثق بأمانة نفسه في الحال ولم يعني ايه؟ يعني لو دفعها للحاكم، سواء وثق بأمانة نفسه او لم يثق، للحاكم عليه ان يقبلها وهو اللي يقوم، لان الحاكم المفروض ولي امر كل الناس. فيبقى خلاص واجب عليه ان هو يحفظ امانتهم ويديها. وان وثق بأمانة نفسه في الحال ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل، هو الوقت واثق بأمانة نفسه بس خايف لحسن نفسه تضحك عليه في المستقبل وتحلو في عينه اللقطة دي، اصل ممكن اللقطة دي تبقى حاجة غالية، يقعد بقى ايه يفكر كده ويقول طب ما انا اولى بيها، ما انا برضه فقير، ما هو لو صاحبها ما جاش هنتصدق بيها، ما نتصدق بيها على نفسي، ويبتدي بقى ايه نفسه يتكلمه بقى، يبتدي ايه يناقش نفسه،
يعني في المستقبل مش ضامن عينه هتزوغ عليها ولا لا. أبيح له أخذها، ليه؟ لأنه مش متيقن، فيبقى مباح ليه إنه ياخدها، لأنه مش متيقن إن هو في المستقبل نفسه هتغواه، لكن المتأكد إن نفسه هتغواه ما ياخدهاش، ولو خدها يجب يوصلها للحاكم، ولو خدها وهو متأكد نفسه هتغواه يبقى يحرم أخذها. واضح؟ وإن تحقق الخيانة في المستقبل، طب تحقق الخيانة في المستقبل كره له أخذها، وقد يجب الأخذ كما لو تحقق الضياع لو لم يأخذها، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، في حال اختيار أن يأخذها أو ما يأخذهاش تركها، فجاء صاحبها قبله بعد عدة أيام فقال له ده أنا ضاع مني شنطة فيها مليون دولار، كانت لونها أسود وكنت إيه سايبها على كرسي في نادي الصيد، وانت كمان كنت في نادي الصيد في اليوم ده، تقول له ده انا وجدتها على الكرسي لكن لم التقطها، تصورت ان صاحبها بيتوضى وراجع ياخدها، واخد بالك ازاي؟ في الحاله دي ما يضمنش، مش يقبض عليه بقول له انت شفتها ليه ما خدتهاش؟ ليه ما جبتهاليش؟ تضمنها لي؟ ما ينفعش، ما هو ما خدهاش، لم يلتقطها. واضح؟ فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها، وإن كره له تركها بالشرط الذي ذكره المصنف اللي هو إيه يكره إمتى؟ لو كان عارف إن هو هياخدها ويعرفها ويقوم بحقها. لأنها مش في الحال فكره، عارف لو في الحال تبقى حرام. لأن في المستقبل، في المستقبل ده برضه في علم الله. لكن هو غالب ظنه إنه في المستقبل في الغالب هيكسر مش هيعرفها وهياخدها. لكن في الحال هو بياخدها عنده النية، لكن مش نيته في المستقبل ما يعرفهاش مش متعب، فهمت؟ عشان كده يكره. لكن لو كان في الحال متحقق إن هو مش هيقوم بحقها يبقى حرام في الحالة دي. فتعليقها للمستقبل، المستقبل بيد الله ممكن نيته تتغير. عشان كده يكره بس. فهمت طريقة التفكير الفقيه في المسائل؟ وإن لم يثق بأمانة نفسه في المستقبل أبيح له أخذها، وإن تحقق الخيانة في المستقبل كره أخذها. لا كره أخذها، يعني يكره أن يأخذها لأنها هتضيع على صاحبه، تضيع على صاحبه أن هو هياخذها لنفسه، فهم؟ احنا دلوقتي لسه ما ضاعتش، ده هي ضايعه من صاحبها وهو المفروض ياخدها ويعرفها لصاحبها. هو دلوقتي مش واثق الان ان نفسه هتغواه، ده هو متصور احتمال كبير انه هيقوم بحقها. لكن في المستقبل يقول انا مش ضامن نفسي. طب الحاله دي ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ فعله بقى بالاخذ ده يوصف بالكراهه ولا بالحرمه؟ يوصفه بالكراهه، ليه؟ لانه هو واخدها ناوي يعرفها. لكن في المستقبل مش ضامن، لكن لو هو بياخدها مش ناوي يعرفها يبقى كده في الحاله دي اخذها حرام من الاول، فهمت ازاي؟ فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها، دي اخر فقره وهنقيم الصلاه على طول. وان كره له تركها بالشرط الذي ذكره المصنف، فالحاصل انه لا يضمنها بالترك سواء سن له اخذها او ابيح او حرم او وجب، ففي جميع الصور لا ضمان بتركها اصلا. وان اثم في صوره الوجوب اللي هو امتى؟ ان هو في حته كلها حراميه وجد لقطه، يعني لو سابها هتضيع هتضيع متاكد، يبقى يحرم بقى انه يسيبها لانها هتضيع. واضح؟ لكن طالما تركها ويحرم عليه انه ياخذها وما اخذهاش لا يضمنها لانه ما اخذهاش، هو لا يضمن الا لما يبقى له يد عليه، لكن هو تركها يعني لا يضمنها ولو حرم له عدم التقاطها. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء من الاثنين القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.